أنا أم الشهيد باسل محمد رجبي البطل، استشهد بمطار دار الزور. إن شاء الله دمها الشهداء ما بتروح هدر بإذن واحد أحد، لأنه هن ازرحوا شهداء بس استهن معي. قدمت واحد وإسامي استعدى يقدم اثنين. هذا 4 سنين ابن البطل، 4 سنين أنا ما شفته بالدار، كان تابع لحرس جمهوري. يوم اللي استشهد فيه ودعنا، قال لي ديري بالك لأخواتي وديري بالك لأمي. قلت له شو يا باسم، شو صوتك مو طبيعي؟ قال لي ما في شيء، ما اسمع غير بالمشفى، شو صاير فيك؟ قلت لك يا أمي، رفقاتي يدقوا لي قالوا لي يا خالي باسم بالمشفى. قال لي شو صاير معه؟ يقولوا لي ما في شيء. قال لي ندخلكم آخر شيء، دخلكم اللي بقى تسمعوا أمي، ما بقى تسمعوا أني أنا بالمشفى. راحوا رفقاته قالوا باسم، قال لي ليكم عهد الله وقاعد ووطني، ما بترك هالبارود وفيني نقطة دم.